والسكوابس. يمكن اول واحد في المغرب يمكن يدير لا ديم سميث بيروكيل للهروس. غادي نكتبو ليه في البريه العنوان اللي غادي نصيفطوه للاسبان. يو السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، ان شاء الله نتمنى تكونوا كامل كامل باحسن حال. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. شكرا لكم بزاف على لي كومونتير زوينين، شكرا لكم بزاف بزاف. واللي اول مره كيتفرج فينا هو اللي تحت وطاح على ابوني وطاح على زر ديال الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالنا ان شاء الله. واللي ابوني وطاح على جيم، شوف واش خدام ولا ما خداماش. خوتي اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد التيست ديال لا دي ان ديال واحد البيروكي. المهم الخوت غادي ندير واحد لا دي ان ديال واحد البيروكي غابوني. الصراحه اللي في شكل بزاف الخرف دياله. المهم هاد لا دي ان اسبان كيديروا لها التحليله، انا عبر الريش ولا بالقطرات ديال الدم ولا عاوتاني بالبيض. المهم غادي نقراو عليهم المعلومات مزيان. الافاده خوت هذه راه ماشي لا دي ان ديال البيروكي، وانما ديال واحد الصديق غلط عنده الاره هو. ايوا عنده البيروكي الاره، وباش يدير الاره دار الكابوني وبالباك ديالو، وهو يعني خاف يعني يدلو عادي، ولكن خاف من يجي يبيعه ولا بالخاتم بلا ديان. يعني يجيني كان بالسميه بلا ديان بالنمره ديال الباك، يعني باش يجي مريقله هذيك هي. وقال لها السيمو هي عندي هذه، انت تدخل تديها ودير له لا ديان شي طير عندي. وما قلت لكم اخوتي انا بغيت الصراحه راني شك في واحد الفرخ، واش تذكر واش نتو حقاش يعني تبرزت بزاف. ها قاش ديما يدوزوا لي ولا يدوزوا لي بزاف هاد المره التاليه. وعلاش قلت له ودي يجيبها، انا غادي ندير له التحليله ان شاء الله وغادي نعرفوا واش تذكر ولا شنتو. وخالتي خطره يعني كتدخل العش كتسخن العش، وباش تجي تخرج تاكل ولا شي حاجه بقى يضربها ما تخرجيش، بقى هنا في العش. المهم الخوت من بعد ما كتسجل في السيت ديال سيكسادو افيز ديال هذه واحد الشركه اسبانيه، يعني كيصيفطوا جميع الدول كيصيفطوا لها لا دي ان باش تشوف واش تذكر واش نتوا. وبالنسبه لا دي ان ديالها يعني 99% كيقولوا بلي راه يعني ذكر ولا نتوا من خلال العينات ديال الريش، او لا من القشره ديال البيض، او لا من العينات الدم على الورق. هنايا كنديروا الدم، هنايا التحليله ديال الدم، وهنايا كنديروا الريش، اربعه ديال الريشات. المهم غادي نقلعهم من داك الذكر اللي قلت لكم معلومه اللي شاك فيه. غادي نحيد له ربعه ديال الريشات ونلصقوها. المهم هنا المعلومات كما قلت لكم اخوتي، ها هو غابوني افريكان غري بيروكي. هذا باش يدير الاره ديال الكابوني. المهم هذيك هي قلت له اراها. ورقم الطائر 1089، انا ما غاديش نبيع هذاك الطائر، فهمت يعني باش نعرف واش ذكر واش نتوا. وهنايا البيانات ديالهم عاوتاني فينال صيفط سيفيلا اسبانيا. اخوتي هادشي اللي كاين، يعني غادي نشدو اربعه د الورقات. المهم باش كتخرجوا هاد الورقه كيعطيكم بي دي اف جوج ديال الورقات، كاين هذيك الورقه وكاين هاد الورقه. هاد الورقه هنايا كتجلس من اربعه د الريشات حتى سته د الريشات، والريشه في القصبه ديالها ما تقيسوهاش. المهم كما شفتوا عاوتاني الريش يعني كتحيد من اربعه حتى سته د الريشات. حنا غادي نعيدوا الريش، وكاين هذيك القشره ديال البيض عاوتاني باش تشوف واش ذكر واش نتوا، يعني ملي يكون صغير. وعين الدم على الورق كما قلت لكم، يعني هنايا كنحطوا العينه ديال الدم جوج، وهنايا كنحطوا الريش عاوتاني اربعه ديال الريشات. فيها مساحه الفم هادو ديال الامراض، فيها عاوتاني المرض الريش ومنقار، تحليلات الجنس من خلال الحمض النووي. المهم وهنايا كاين العنوان ديالهم ديال ها هو لباقي الدول، صيفطها في هاد العنوان. المهم الخوت هذا هو الطار ديالنا اللي خاصك تخدم سيري في حالك.
تجيو هاد المنطقة اللي هنايا، هنايا مجيت لتحت غادي نحيدو 4 الرجاس هنايا لتحت. قالت لي علاش قلت لكم ما تحيدولهاش من هنايا ولا من هنايا تحت؟ ايوا بعدي شدي منها. علاش قلت لكم حقاش الطير ما كي ما كي اه صحتي حقاش الطير هنا. ايوا ايش حقاش الطير هنايا ما كيتألمش. وما غادي نحيدو 4 الريشات هنايا. اجي والله مش ديك اخاتي خضرة مزيان كنا وحدة. ايوا اذا جبت لكم حقاش اخوتي باش ما يتاداش الطير من تما. هادو هاي بشوية هاي دابا غادي نردو الطير بسلام. اح 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 اسكت 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 اسكت. المهم اخوت كما شفتوا معانا هنايا الريشه كما قلت لكم اخوت يعني ما غاديش نقيسوها هنايا في هذه اللعبه هنايا ما غاديش نقيسوها. غادي نحطوها هكا الريشه ونلصقوها بالسكوتش كما هكا. ايا خوت يعني شدينا 4 الريشات كما هكا شدينا 4 الريشات يعني مش ما قصوا لهمش داك الاخر ديالهم يعني شديناهم من بالريش سكوتش. وهنا عاوتاني غادي نطوي وغادي نديرو كولا وغادي نديروها في بريا ان شاء الله وغادي نسيطوها لاسبان. المهم الخوت كما شفتو معانا كاين جوج ديال الاخر كان داير 45 درهم وكان داير 75 درهم الا بغيت يعني في الساعة تجيك في الساعة يردو عليك توصلك تما في الساعة يردو عليك في شي قال شي يومين ولا. ولكن هادي داير 45 درهم وقال كيتعطلو شي 5 ايام بحال هكا. هادشي اللي قريت انا وهادشي اللي قالو لي الدراري والصراحة يعني سهلة العملية ديالها مي سهلة العملية ديالها تخلص بلا كارت او لا تفيرسي لهم في الكونت ديالهم الكونت ديالهم هو في رقة الزوجة تما. هادشي اللي كان الخوت يعني سهلة بزاف والصراحة يعني يمكن اول واحد في المغرب يمكن يدير يدير لا ديم سميت بيروكي للروس ناري مصيبة الله يتم مصيبة بالرب. المهم اخوت ان شاء الله غادي نديرو لا كولا في الجناب من هنايا كيما راكم شفتو هنايا يعني كولا من هنا كولا من هنا نطويوها في الوسط باش ما نقيسوش داك الانابيب في الكوس. اش 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 ها هي الورقة يعني درنا لها كولا وغادي نكتبو في البرية العنوان اللي غادي نصيفطوه للاسبان ويمكن واقيلا يعني باش توصل واقيلا في شي 15 اليوم عاد باش يردو علينا ان شاء الله. مي يردو علينا نقول لكم واش طلع ذكر ولا ان شاء الله يعني انا نعطيك 80% باللي ذكر يعني في مواصفات ديال ذكر ولكن شي بعض الخطرات يعني كيدابس مع النتوى بزاف صراحة. هادشي اللي كان اخوتي وصلنا لنهاية هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف واللي اول مره كيتفرج فينا هو لتحت وطالع ابوني وطالع زر ديال الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالنا ان شاء الله. شكرا لكم بزاف وما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام والفيسبوك راه ديما كنحط لي ستوري ديال الطيور كل نهار كنحط لي ستوري ديال الطيور. هادشي اللي كان اخوتي تهلاو لي فراسكم حتى فيديو جاي ان شاء الله وبسلامه بيس.